إذن للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس حسين مكي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلديات والزراعة. أهلا بك في نشرة الأخبار. طبعا ما أهمية هذا القرار الذي يتمثل في رفع حظر الصيد الروبيان في هذه الفترة تحديدا؟ مساكم الله بالخير. طبعا في البداية أحب أشكر تلفزيون البحرين على هذه الإتاحة. طبعا الحكومة الموقرة وبهدف المحافظة على البيئة البحرية والمخزون السمكي ولغايات تعزيز دور الاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي أصدرت مجموعة من القرارات أو حزمة من القرارات التنظيمية، ومنها حظر الصيد البحري بواسطة الجر القاعي أو ما يعرف بالكراس لجميع أنواع الأسماك والقشريات ومن ضمنها الروبيان. طبعا هذا بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات المنظمة، منها عدد الصيد، تحديد أطوال الأسماك، العمالة الأجنبية على ظهر السفينة. هذه القرارات حقيقة تأتي متزامنة أو تتطابق مع القرارات الخليجية أو التوجهات الخليجية الرامية للمحافظة على البيئة البحرية أو الثروة البحرية واستدامة السلاسل الغذائية، التي يعتبر الروبيان أحد أهم عناصرها الرئيسية في هذا الموضوع. نعم. هذا فيما يتعلق في هذا القرار والقرارات المرتبطة به. إذن لو نتكلم سيد حسين عن الفوائد أو المنافع التي تتحقق من وراء هذا الحظر بالنسبة للحياة البحرية، ومدى التزام يعني رواد البحر ويعني وأصحاب هذه المهنة بهذه القرارات؟ طبعا مثل ما سبق وتحدثنا قبل قليل أن يعتبر الروبيان أحد أهم العناصر في السلسلة الغذائية، ولكن هناك نتائج بدأنا نتلمسها اليوم من جراء هذا القرار المهم والحيوي حقيقة بالنسبة إلى مملكة البحرين. رأينا اليوم ازدهار في البيئة البحرية، هناك بعض الأسماك التي خلال السنوات الماضية لم نعبرها بالكميات الكبيرة، من ضمنها سمكة الشقر، الصافي الصنيفي، سمكة يونس أو ما يعرف بالصندوق، مشط العروس، الخنوج. هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى من مثل السنعد. السنعد البحريني حقيقة كنا نراه في أحجام أصغر بكميات أقل، الآن الحمد لله قاعد نشوف في كميات كبيرة قاعد تنزل الأسواق أحجام أكبر. حقيقة لما نتكلم على موضوع البايكاتش الناتج عن اللي هو الكراف أو الجر القاعي، للي يعرفون في البحر طبعا الكراف عبارة أن هناك بوابتين حديديتين خلال عملية الجر تقوم بتكسير اللي هي المرجان والبيئات الهبيتات للكائنات البحرية ومن ضمنها الأسماك. فمن خلال احنا حقيقة حظر هذا النوع من عمليات الصيد يعني عدنا الازدهار الى البيئة البحرية، وبدأنا نتلمس حقيقة يعني نتائج طيبة جراء هذا القرار. وليس هذا فقط، وانما حتى هناك بعض الكائنات البحرية الموجودة ضمن القوائم الدولية المهددة بالانقراض والتي كانت يعني ممكن اصطيادها من خلال اللي هو سيدة حسين، ربما هناك وعي أكثر أصبح بأهمية مثل هذا القرار. صحيح، نعم، هناك اليوم أصبح الوعي أكبر، وهناك أيضا اليوم الصياد البحريين على وعي أكبر بأهمية هذا النوع من القرارات والمحافظة على البيئة البحرية. نعم، المهندس حسين مكي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.